الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ الجواب: إذا كان هو النهي الموسع لا يجوز، وأما المضيق فلا يجوز. النهي الموسع أي من بعد صلاة الصبح إلى ابتداء شروق الشمس، والمضيق من ابتداء شروقها إلى ارتفاعها قيد الرمح، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى ابتداء الشمس بالغروب، والمضيق من ابتداء غروبها إلى تكامل كرسي إلى تكامل غروب كرسيها. فيجوز في الأوقات الموسعة ولا يجوز في الأوقات المضيقة، لما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي بهن، أو أن نقبر بهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني قبل الظهر بعشر إلى 12 دقيقة بالكثير.